حمدون شخصية كرتونية لطفل إماراتي في السادسة من عمره، سيدخل ذاكرة الطفل ابتداء من عام 2010 بلباسه المحلي المميز، سيكون مادة ترفيه ثرية بمفردات البيئة الإماراتية الصرفة بجميع تفاصيلها. مرحبا الساعة. شخصية حمدون قدمتها بناء على طلب أحد الأصدقاء، ولأني وقعت في حب الشخصية من أول نظرة وضعتها من ضمن مجموعة أعمالي. اللي صار الإماراتيين حبوا الشخصية هذه، بدأت تنتشر في المنتديات في المواقع، مع أنهم ما يعرفون أي شيء عن الشخصية، بس مجرد أن كون الطفل يفخر بأنه إماراتي وله ملامح إماراتية. فكرة المسلسل هي عبارة عن طفل إماراتي ولد وعاش حي سنوات حياته الأولى في الخارج في بلد أجنبي مع والديه. طبعاً تتهيأ الظروف بعد فترة أن يضطر للانتقال للإقامة عند جديه في الإمارات، وذلك طبعاً غير والديه. تعال الأكل بيبرد، تهدي تعال يا أبوي أنت. الله على الطعم، حلو وايد حلو. بالنسبة لحمدون كل شيء في أبو ظبي مثير للاهتمام. للمرة الأولى يكتشفه العادات، التقاليد، الأشياء التراثية، القيم الإسلامية الموجودة. وحمدون الذي يتوقع له أن يكون بديلاً لشخصيات كرتونية رسخت في ذهن كل طفل، يطرح تساؤلاً بالمقابل: كيف كانت طفولة ورحلة مبتكره؟ بداية ولعي برسم الكرتون كانت منذ الطفولة. كان بالنسبة لي شغفي رسم الشخصيات الكرتونية. طبعاً للأسف فن الكرتون ما كان ضمن المنهاج المدرسي، فكنت أطور مهارتي في المجال بشكل ذاتي. قبل 11 سنة بالضبط كنت على وشك نسيان كل اللي يتعلق بالكرتون. خلال وجودي في بريطانيا عام 98 لدراسة اللغة الإنجليزية، هناك بدأت رحلتي الحقيقية في تعلم الكرتون. حمدون سيكون على شكل مسلسل أسبوعي، أما تكلفة إنتاجه فتبلغ 2.5 مليون درهم. حمدون شخصية كرتونية لطفل إماراتي في السادسة من عمره، سيدخل ذاكرة الطفل ابتداء من عام 2010 بلباسه المحلي المميز، سيكون مادة ترفيه ثرية بمفردات البيئة الإماراتية الصرفة بجميع تفاصيلها. مرحبا الساعة. شخصية حمدون قدمتها بناء على طلب أحد الأصدقاء، ولأني وقعت في حب الشخصية من أول نظرة وضعتها من ضمن مجموعة أعمالي. اللي صار الإماراتيين حبوا الشخصية هذه، بدأت تنتشر في المنتديات في المواقع، مع أنهم ما يعرفون أي شيء عن الشخصية، بس مجرد أن كون الطفل يفخر بأنه إماراتي وله ملامح إماراتية. فكرة المسلسل هي عبارة عن طفل إماراتي ولد وعاش حي سنوات حياته الأولى في الخارج في بلد أجنبي مع والديه. طبعاً تتهيأ الظروف بعد فترة أن يضطر للانتقال للإقامة عند جديه في الإمارات، وذلك طبعاً غير والديه. تعال الأكل بيبرد، تهدي تعال يا أبوي أنت. الله على الطعم، حلو وايد حلو. بالنسبة لحمدون كل شيء في أبو ظبي مثير للاهتمام. للمرة الأولى يكتشفه العادات، التقاليد، الأشياء التراثية، القيم الإسلامية الموجودة.
وحمدون الذي يتوقع له أن يكون بديلاً لشخصيات كرتونية رسخت في ذهن كل طفل، يطرح تساؤلاً بالمقابل: كيف كانت طفولة ورحلة مبتكره؟ بداية ولعي برسم الكرتون كانت منذ الطفولة، كان بالنسبة لي شغفي رسم الشخصيات الكرتونية. طبعاً للأسف فن الكرتون ما كان ضمن المنهاج المدرسي، فكنت أطور مهارتي في المجال بشكل ذاتي. قبل 11 سنة بالضبط كنت على وشك نسيان كل اللي يتعلق بالكرتون. خلال وجودي في بريطانيا عام 98 لدراسة اللغة الإنجليزية، هناك بدأت رحلتي الحقيقية في تعلم الكرتون. حمدون سيكون على شكل مسلسل أسبوعي، أما تكلفة إنتاجه فتبلغ 2.5 مليون درهم.